9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة. وشهد الاتصال الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات. كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم. وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أضاف الرئيس السيسي أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل. كما أكد الرئيس السيسي أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بها 105 ملايين مصري، وأن الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وأن ملايين المصريين سيخرجون للتعبير عن رفض الفكرة إذا طلب منهم ذلك. وطلب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمدني بقطاع غزة، وأيضا على جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة طارئة اليوم لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. يأتي هذا فيما أيد مجلس الشيوخ الرئيس السيسي ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني. كما أعلن مجلس الشيوخ أنه يتابع بكل أسى وألم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية. أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية تصل إلى 100 شاحنة في اليوم، داعيا إلى ضمان أمنها. وشدد جريفيث على أنه يجب الحصول على ضمانة بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم وبصورة متكررة، مؤكدا أنه سيكون بعدها بإمكان موظفي الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة بمن فيهم 14,000 موظف في الأونروا توزيع المساعدات. استشهد 7 فلسطينيين من بينهم 4 أطفال خلال 12 ساعة، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 من شهر أكتوبر إلى 69 شهيدا. وفي قطاع غزة استشهد أيضا عشرات الفلسطينيين في غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة. وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على المنازل في رفح أدت لاستشهاد أكثر من 30 شخصا، إضافة إلى عشرات الإصابات. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بكين، وذلك على هامش مشاركة مدبولي في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وفي تصريحات له أكد الرئيس الصيني أن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية وترغب في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. كما أعرب شي جين بينغ عن تقدير بلاده لدور مصر في تهدئة الوضع، مشددا على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن. وقال شي جين بينغ أيضا أن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة، مع زيادة الواردات عالية الجودة من مصر.